صرح رئيس الوزراء السوداني السابق رئيس تنسيقيه القوى المدنيه الديمقراطيه السودانيه عبد الله حمدوك ان السودان وشعبه يعولون على مصر كثيرا في المساعدة لحل الازمه السودانيه، واضاف حمدوك ان القاهره تمتلك كل الامكانات والقدرات وتحرص وتهتم دائما بمعالجه قضايا بلادهم، وشدد حمدوك على ان مؤتمر القاهره الذي يشارك فيه ينعقد في توقيت مفصلي بالنسبه للدوله السودانيه التي تواجه ازمه وجوديه اودت بحياه الكثير من ابناء شعب السودان